كان هنالك عالم من العلماء في مشهد يقال له السيد محمد باقر الدامغاني. هذا العالم ابتلي بداء يقال له السل، وهذا الداء استمر معه أعوام وأعوام. كلما راح إلى الأطباء إلى الدكاترة العلاجات ما كان، إلى أن الأطباء قالوا بعد أمل في علاجك ماكو. هذه الحالة جدا حالة مؤذية، واحد يشعر بعد أمل ماكو. يقول في يوم من الأيام قذفت دم كثير من صدري، جدا كنت متأذي، فجئت عند أستاذي المرزا مهدي الإصفهاني اللي كان في مشهد وشكوت له حالتي. فيقول هو جثى على ركبتيه وقال لي أنت مو سيد، لماذا لا تلجأ إلى أجدادك الطاهرين؟ أنت مو من شيعة المهدي المنتظر، ليش متلجأ إلى بقية الله حتى يحلك هاي المشكلة؟ ألا تعلم أن أئمة أهل البيت أسماء الله الحسنى؟ ألا تقرأ في دعائكم يا من اسمه دواء وذكره شفاء؟ الآن قوم اذهب إلى بقية الله واطلب من حل هذه المشكلة. يقول أنا ما أخذتني حالة العبرة، واحد عندما يصير مريض قلبه يصير رقيق أيضا. يقول قمت وأنا أبكي وأفكر أنه الآن دا أروح باتجاه الإمام المهدي، وين أروح؟ يقول فكرت أن أذهب إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله. يقول دخلت هناك وشفت وضع آخر، هو الوضع انه افراد ماكو، الوضع الطبيعي مو موجود، واكو فالجماعة قليلة دا يمشون وامامهم رجل. الهم في قلبي ان هذا الرجل هو الامام المهدي، الهام. فشفت انه ذول الجماعة دا يروحون، فقلت الان الامام يروح انا ما نلته بغيتي. ففكرت أنه أنادي الإمام حتى يلتفت إلي. بمجرد ما خطر هذا الخاطر في بالي وإذا بذلك الرجل يلتفت إلي وينظر إلي نظرة بجانب عيني، نظرة واحدة بدون أي كلام، لا أنا تكلمت كلاما ولا هو تكلم كلاما، نظرة واحدة. وإذا بالعرق يتصبب من بدني، لحظة واحدة كانت وإذا بالصحن يعود إلى حالته الطبيعية، وإذا بي أعود إلى نفسي وأجد ألا أثر لذلك المرض بالمرة. الكلام أن توجه واحد يمكن أن يحل عقدة مهمة من عقد حياتنا، الإلحاح والتوسل، أنه واحد يلح ويلح ويتوسل حتى تشمله العناية.